بنلصق ورقة نقدية ممزقة. عندي هون ورقة نقدية إيطالية ممزقة، بدي لزقها ورجعها كاملة بدون ما تلفت النظر إنها كانت ممزقة. كيف بعمل؟ بستخدم شريط لاصق غير مرئي مثل هيدا، وبتفادى الشريط اللاصق اللي فيه لمعة مثل هيدا. بقص شقفة من الشريط اللاصق الغير مرئي invisible، وبصف الورقتين بشكل تتطابق الصورة مع بعضها جيدا. بحط وزن مثل هيدي كباية مثلا حتى ما تتلخبط الأوراق خلال اللصق، ورغم الوزن فيني حرك الورقتين بشكل تتطابق الصورة. هيدي مرحلة مهمة، هي اللي بتحدد نجاح العملية. نحاول نطابق مثلا الكلمات مثل ما هون شايفين. بمجرد ما بلش اللصق تصير القصة سهلة، بشيل الوزن، بحاول برضو صف الورقتين خلال اللصق، بضغط عليها بشكل انها ما تسيح معي ما تحرك. سويت أول وجه. لحتى تصير الورقة المتينة بما في الكلمة من معنى، بلزق كمان الوجه الآخر. هلأ صارت المسألة سهلة، بلزق الوجه الآخر مثل ما شايفين هيك. بكبسها جيدا وبقص الأطراف بعناية. بدون ما مس بالورق وهيك بكون رجعت الورقة مثل ما كانت وبأخف أثر ممكن مثل ما شايفين. وإذا قرنا الورقة اللي لزقتها بورقة أخرى لزقتها بلاصق لامع مثل ما شايفين هون، لزقتها بلاصق لامع، بنلاحظ بفرق كبير. الورقة اللي عم تلمع ملفتة بشكل فاضح، بينما اللي تلزقت بلاصق غير مرئي ما مبين عليها أي أثر لصق، وبتنصرف بالمحلات بدون ما تلفت النظر. شايفين فرق؟ هيدي باللاصق الانفيزيبل غير مرئي، وهيدي باللاصق اللي فيه لمعة. معظم الناس عندها ميول انه تستخدم اللاصق اللي فيه لمعة، ما بعرف ليش، بينما في هذا اللاصق متوفر بنفس الكلفة، يعني بنفس السعر. اللاصقين سعره نفس الشيء. بتمنى تكونوا استفدتوا من هالشريط. بتمنى تعملوا لي سبسكرايب ولايك، وبأي وقت فيكم تبحثوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة وتشاهدوا أشرطة أخرى إلي. شكرا وإلى اللقاء.